تبارك الله الكرش قداش وكتلقى باين عليه الخير، كتلقى مع الرقه شحمه. انت اخويا تعاطى الريجيم، انت ما كتاكلش رزقك انت سيك. لا باين تبارك الله باين سيك. أصلي على النبي، أصلي على النبي أخوي عليه الصلاة والسلام. الله أودي الله الله. هادشي ولا كيقتلنا غير الضحك، ما بقينا قادرين نشريوه. اللهم نضحكوا معاه شوية. ها هادشي ماشي صحيح. الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. صاحبي الساك، الساك هي 200 درهم ما فيهش صاحبي حتى راه غادي نلحق 200 درهم. 200 درهم صاحبي، والله إلا فاش كنت بان لنا ثنيان لا تيقلعك. تيقول لك اخويا انت شو انا عاوتاني دابا بغيت نسولك، كي كتروح ديك النفسيه عندك دابا حتى لدارك من غير لا رباح لا والله اخويا الا كري العصا وديما ناشطين غير باش ما خاصه ما باش ما ديموتيفاش فوالا باش تفيق غدا وتجي فوالا يوميا يوميا فاش كيجيب لنا عندك 10 دراهم شنو هي 10 دراهم اصاحبي؟ 10 دراهم لحم لحم او طيحان او كفته يلا فاش كتصوبها قلبك كيبقى تيحرقك عليها قسما بالله. الله اش غتشبعوا واش اش غتعطيه شغياكل عباره شي ماليش تشبعوا عندك الكوسر في الميكا والكاغيط والضو وكذا تحسبوا عليه نتايا ما كتبينوش انت هذاك العصا ما كتبينوش فهمتك فهمتك واحد اخر تيقول اخر ما كنبيعش 10 درهم كطيح بالقيمه ديال المحل نون ديال البنادم اصاحبي تقول انت جاي بنادم اصاحبي 10 درهم يشريها تقول انت ما كنبيعش انا 10 درهم طيحتي له القيمه ديالي تيمشي مسكين في قوس غير اجي اخويا اللهم في انا ولا تمشي انت في قوس انا كتشوف راسك اخويا عزيز راه من راسك وجبدت انت راه حنا عايشين راه حنا عايشين مع الدرويش ولا حنا راه حنا شويه شويه شادين العصا من الوسط ولكن دابا كنشوف انا داكشي دابا التاثير حتى على العماره يعني دابا انت في التقدير بديتي كتمشي دابا كتقداش داكشي اللي كان فوالا اش نقول لك دابا انت الكونتيتي اللي باغيها ما تلقاهاش بعدا اصلا والله ما تلقاها الا ما بقيت تجيب عجينه تجيب غير رجيله او طابت وتنوض يعني باش تخرج معير والكليان يجي يلقاك واخا حتى انا كناكلو العصا دابا الحراره جايه عاوتاني كارثه الحراره والغلا والله تيشدو بزاف والله تيشدو الله يغني فيك الزرم يحب انه الناس دابا واخا نسولك فين هو ذاك البقر اللي قال لك راه غيدخلوه من برا وراه هو جاي ادخل الحمام اش من البقر هذا البقر هو ما كاينش ما كاينش ما واش باقي ما وصلش هذا البقر عندنا المكناس مازال ما وصلش هنا المكناس مي هو عاوتاني نعم بيني وبينك هو عاوتاني لحمو عيان جاري جاري كيفاش ما كاينش ديك البنه ديال المغرب لا ما كاينش خاص واحد 3 شهور بليس كاع 3 شهور يرعاه هنا فوالا باش عادي يتاقلم بحال بحال كيما كنقولوا فاش كيجي شي اوروبي للمغرب تيتبلد شويه تيتبلد خاصو يتبلد هذا نو هذا جاي جاري من لهيا خاصو هنا عاوتاني يتبلد فوالا باش يشد راسو يدخلوا ديك الما ديال المغرب ويدخلوا الطراب ديال المغرب ويذوق باش ملي تاكل الحيمات تقام بنان على الاقل هو ديال البلاد دابا ما بقيناش كنلقاو فيه البنه ولا شي بحال كضرب في الفرشي يعطيك السلامه مع كثره العلف ومع كثره البراوات وكثره هو داكشي كترغى الامراض يلا خليتكم على خير لا قبل ما تقول لنا على خير عطينا غير الثمن فين واصل هو بينكم لا لا قول لنا قول لنا رطبلو الغلمي 110 ياك اسيدي يا محال شنو عيدوا هذا العام؟ لا محال والو والو بقاو نشوفوا وين اللحمة تحيا اللحمة نعم مبروكة الله يبارك فيك الفرق ديالك انت الف خير ماشي ما عندك ما قضي قضي خويا قضي نعم 10 دراهم ديال الكفته ما عندك شحال دايره الكفته اصلا؟ 100 درهم حيت قالوا لنا راه غتهبط القضيه 70 درهم 73 75 غادي يهبطوا نهبطوا نقول لي الهديم هبطوه من الكاميو هذا هو اللي هذا هو الثمن اللي هبط قال لك هبطوه غير من الكاميو هذا هو الثمن اللي هبط هبط غير من الكاميو ما الثمن راه تزاد يا 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 كنشوف هنا اللحم ديال العجل 90 درهم الكتف شحال داير؟ نعم كتف 190 والله الا
دابا عرفتي علاش كنسولك دابا؟ حنا دابا هنا زعما في مارشي سونترال، مارشي سونترال عنده واحد الفئه ديال الكليان، زعما الكليان زعما شويه مالي الفلوس كما كنقول المرفحين ديال المكناس شويه شويه. والله يعني كي الفوقاني كي الوسطاني كي صافي تقادات. الله ينادي كلشي بحال الطبقه دابا ولات. قول لي فين هي الطبقه المتوسطه؟ دابا الناس قفلهم بزاف. الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. الفيلي 140 درهم، الملج فينا و النعناع 140، الملج هبره الملج 100. لا واش زعما هادشي اللي كندوي فيه الفيلي والملج والكسف هادشي واش كيدوي فيه شي واحد دابا ولا لمن استطاع اليه سبيلا؟ فوالا النية كيما قال الكراكي النية. واخا طيحال طيحال 100 درهم، ها طيحال امامنا معطر. نعم سيدي شوف طيحال. نعم سيدي داكشي اللي تبارك الله تبارك الله عليك. درتي جاي من حالها؟ من حال درتيها؟ نعم مشاهدينا سوسيط 100 درهم. لا دان لا دان انت وطلع اخويا من 1000 ريال من 55 فوالا طالع طالع تا هو تيطلع كان غير 48 46. حنا هذيك كاسه الدراهم جدام ما تنكسبوهاش يوميا. طلعنا كاسه الدراهم جدام وتبقى كل ساعه كتحطها بالطريفه ما جاتش كتخليها قولوا كمل على فوالا كتخليها كمل على الصبر. وي زعما تتشدها بشي 10 دراهم. لا دان 70 درهم وسميتو الستيك ديالو ولا ستيك شحال داير صدر؟ لا الهبرة 70. الهبرة 70 وهادو 55. كبدة والقلب وداكشي كبدة 120. 120 الكبدة. نعم شنو اليوم يعني في راداركم يعني رسالتكم للجهات المسؤولة ولا باش يعني باش غنقول لك كيدير بعد المواطن كيجي عندك شهرين ديال رمضان شهرين؟ اه باش ما بقاش ناخذ حتى حاجة باش تجي ساهلة زوين. ولكن اخويا دابا هو الناس كيقول لك راه كان اللي كان كيدير طابله ديال 100 درهم دابا راه ولا 200 درهم 300 درهم باش غطلع لك طابله ديال الفطور ديال واحد خمسه الناس ولا سته الناس. هذه هذه انت كتشوف والله عجب اقبال. لا اله الا الله اقبال. واه انت كتشوف المارشي كي داير خاو ها المارشي ها واه عباد الله التجاره ديالها. الرسالة واضحة. شكرا لك سير شوف مع الناس. الله يحفظك خويا عزيز شكرا لك الله يدير الخير. نعم مشاهدينا متابعينا شفت هذه كما سمعنا الان يعني اقبال ضعيف اللحم غالي. هذا هو العنوان الكبير اللي قدروا نقولوه واللي غيقدروا نوصلوا يعني الناس اللي كيتابعونا الان وعلى المباشر. ويكفي انه الناس راهم في السوق راه ماشيين للسوق وكيشوفوا هذا الشيء ماشي غير غنقولوه غير حنايا. فهذا الشيء راه كيعيشوا الناس في الاسواق الان وضروري اي واحد غيكون دخل للسوق وغيكتاوى بهذا النار ديال هذا الغلاء. احنا كنتواجدوا كما قلنا بالسوق يعني مارشي سونترال. مارشي سونترال يعني اللي كان كما كنقولوا يعني كيجي واحد يعني واحد الطبقه ديال الناس ديال المكناس يعني واحد الناس شويه نقولوا شويه ها شويه 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 يعني طبقه متوسطه يعني شويه ناس اللي عندهم ناس موظفين. لكن كما كنشوفوا يعني فالسيد كما كيقول لك اقبال ضعيف السوق يعني السوق مدقدق كما كنقولوا الله يحسن العوان. فلا غنتكلموا هنا لا برج مولاي عمر ولا غنتكلموا على سيدي بابا ولا عين سلوكي ولا سيدي بوسكري الله يحسن العوان. فهنا كندويو على الناس اللي عندهم دخل محدود الناس اللي خدامين كاع ماشي حتى دخل محدود نقولوا دخل مجهول لانه كيخرج الصباح كيقلب عليه في يد الله. لكن الله يدير الخير هذا ما نتمناه والله يبدل هذه الساعه هذا ما نتمناه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي لانه في الحقيقه حشومه هذا الشيء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس الله يدير الخير.